جيت بدري. هذا تو ناقل المدرسة جديد. باقي بعد حركان بس بديت. جيب كرسي لا ما جيب كرسي مالي. ما شاء الله استاذ شاري نظارات جديدة. ما شاء الله. يا استاذ. نظاراتك على شكل شمسية. يا استاذ. حلو. استاذ. ابو زيد اسمعني ما ابغى ولا صوت. ابو زيد اخذ فسحتي. صدق الكلام هذا؟ شوف عموما احنا فقرتنا اول شيء خليني اتكلم انت وياه. اسكت. اسف اسف. شوفوا اللي ما راح يجاوب راح يكون في ايش؟ جلد. جل. شوفني استاذ والله قاعد مؤدب. انت شاطر حبيبي. والله قاعد مؤدب. لكن لا لا اجلس استاذ ترى ما يروح دورة المياه يروح يهرب. يروح المقصر. شوفوا في اسئله انا راح اسالكم اياها فلازم تجاوبوا بكل صراحه. اللي ما راح يجاوب بصراحه راح يجلد بهذه. فاللي حاب يشارك معنا فالله يحييه. اللي مو حاب يشارك فيطلع. الكلام موجه لابو زيده. وانا ما ابي النظام حركاتك نعرفها. وش في لا ما في نفس حقة المسبح ما طمرت مع العيال. لا بس انت لا تحقد علي وانا ما بكون انا عارف. انا اشيل في قلبي تقول مدى معلمك بصراحه. ايوه انت بشر تحقد وتحب. لا 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 ناصر 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 يا استاذ قبل استاذ استاذ يا استاذ استاذ بيجي واحد من الشباب استاذ 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 انوار يا استاذ اجلس على البال مجلس يا استاذ يا استاذ ناصر شوف ابو زيده يريد يدعي اسمعوا يا شباب انت وياه يبدد علي خذ حقي شويه حبيبي شويه خليك في الذا استاذ ناصر ما تستحي على وجهك يا استاذ ناصر اجلس انت وياه اجلس لو سمحت يا طلاب اجلسوا خذ حقي شوف يا شباب خذ حقي منها وجاي يضربني كل واحد استاذ ما حل الواجب احمد السالم ما حل الواجب يا استاذ استاذ ما حل الواجب انا بقول لك استاذ كلهم غشوا مني انت عارف اني انا دافور وانا اللي قاعد احل معاك استاذ انا حاشي نكابنا 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 يا عيال انتم اركضوا شوفوا يا عيال ابغى كل واحد منكم يقول نكته اللي ما يضحكني بيجلد كيف بينجلد نكته كيفك تقلبها استاذ انا اذا قلت ضحكتك تحطي نجمه هني احط لك نجمه وتصير احسن طالب عندي واعطيك هديه ولا انا ابغى درجه يا استاذ عشان ابو عموما نبدا من ساير عطنا نكته بسرعه يا حبيبي بسرعه عندي نكته مره مرات طال عمرك فيها استمعوا معنا يا شباب اذا ما ضحكتوا يلا يا راح ينجلد ضحك بسرعه ضحك يا ابو زيد اثنين اي اذا انا انت بطل شيء طيب يلا بقول شيء وانت تضحك اذا قلت شيء قدام معلمك اذا قلت شيء تكفون اضحك والله عشان ما تجلس كذا اي خليك عاقل اسمع اسمع اي تجلس زين يعني اي شيء قوله تكفون اضحك ما اعرف بسرعه 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 يلا الوقت مره مرات دلفين طاح من فوق من فوق على نمله وماتت كسرها عد 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 مره في نمله طاحت انا في الدفيل مات الفيل حلوه افتح يدك حلوه انت ما بعت يدك افتح يدك والله حلوه افتح يدك ليه انت كذا قاسي لا لا والله اوفر لا لا والله دوجة والله تحمل قلت تعال اجلس هنا ما قلت اجلس تجا دوجة افتح يدك لا دوجة ما لي دخل يا استاذ ما ضحكتني انا ما ضحكت يا استاذ احترم نفسك بسرعة والله حرام عليك والله والله ما تقوم وتنجلد والله يا استاذ والله خلاص خلاص انا انسحب انسحب تنسحب ما تنسحب على شيء راجع لك الضربة حلوة لا ما يبغى لك سجل 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 لا اديني نكتة بسرعة يا ابوي يلا بسرعة اديني نكتة يا ابوي يلا بسرعة يا ابوي مرة كم شوف في يوم من الايام في نملة انا ما قلت قصة ابي نكتة طيب طيب دقيقة يلا بسرعة عجل قصة ضحك ولا سخيفة؟ انا ما ابغى قصة ابغى نكتة واحد طيب في نمله دخلت من تحت الباب فيكم تفكير عن النمل كلكم انتوا وياه دور غير النمله ما في الا نمله هي اللي نقدر احنا نعذبها شوي عالم الحشرات والله انا نمرتي انا بنمله ممكن تعجبك ممكن عندي طول استاذ بجي في نمله دخلت من تحت الباب خايفه يا الله ماني عارف كيف اكذب اجلس ها فخ علينا انت مبيت نكته نكته وين؟ شوي شوي حبيبي بسرعه اعطي نكته لا 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 انت في مكان مؤدب جالس رجع رجل ما تستحي انت مو قدامك معلم على هالشحم خليك عاقل بسرعه
ايش بو المعلم هذا عسلي؟ ما ادري عنه قسم بالله. يا شيخ شباب 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 في نمله في نمله شباب 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 اركضوا شباب عشان ها تفضل بسرعه. في نمله دخلت من تحت الباب ماسكه راسها. ليش؟ ليش؟ عشان لا تخرب تسريحتها. والله حلوه والله حلوه حلوه والله حلوه. شوف ضحك عبد الاله عبد الاله ضحك. عيال حلوه ليه؟ يدك يدك ابو زيد حاول يسلك لك انا بس ما يدك وضع الوضع ضدك. يدك خلاص انا باخذها بدال ابو زيد. تاخذ ابو زيد؟ ايه لا لا ابغى هو. لا حرام لا في لا كيفي انا مساعد الصديق. لا لا ما في انا باخذ بدل ابو زيد. تحدك يلا تاتا محسن قل في قل مره في مدرس طاح و لا لو سمحت عيال عيال دقيقه محسن بسرعه نكته بسرعه نكته بسرعه. شوف الطالب الحزين اللي المظلوم ما عندي يا حبيبي والله نكتشف انت لست هنا تحمل ما العواقب ترى بعدها اسئله محرجه تكفس. هلا 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 من هناك طال عمرك من هناك. هذا طالب من ايام القديم ايه من ايام زمان كلاسيك. تفضل عمرك ديب طقم حريقه نظارتين نظارة حلوة وضعك سلام طقم مرة مرة مولع ما شاء الله بسرعة اثنين نكتة نظارتين دبل بسرعة نكتة دس يا هو بسرعة بسرعة وقت وقت بسرعة عشان وقت يا عيال نكتة بسرعة بسرعة نكتة بسرعة شو شو يصير هذا شو اسمه الوكيل جات تكلم كلم عمرك لابس نظارتين اخصائي الوكيل عربي انجليزي استاذ بسرعة يا عيال سلام اخوي جي اخوي جي انا اسف ولي امر ولي امر يا اخي ولي امري خلاص ياخذ حذياني انا ولي امري ابيكم كلكم انا ولا اني دجاج تعرف افتح يدك عندي نكتة بس كلها سخيفة ما تضحك عادي جيبها بسرعة دخلت نفسيه ما اضحك انا كل يوم محل الواجب لا عادي اضحك بظن انت حرام عليك استاذ اليوم انا جاي محل الواجب وكل شيء ابغى درجات نظام الدفور مصطفى ده ما عندي انا هنا ابغى انا جاي هنا اتعلم ماني جاي اتعلم استاذ كوميدي انا حصتي انا اتحكم فيها اخليها ضحك اخليها وناسه انا راضي اكرر جدول الضرب 10 مرات اكتب 10 مرات اديني نكتب بسرعه 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 الوقت يعني الوقت عد عد ايوه خل بجيك نملة في نملة وصلتها يا ذا النمل يا شيخ ما ابغى نمل يا اخي انا عندي نمل دقيقة برجع له الحين نملة دقيقة انا عندي نملة عشان نملة خشم يذكرني بشفاط النمل نكتة 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 ايوه ليه استاذ قلت تغلط على اخويك نكتة هذه نكتة انا ما ارضى هذا بالشيء افتح يا استاذ انت نفسية افتح يا استاذ انت نفسية السلام عليكم سلام علي ابوي يا مرحبا شك طيب صحتك من يسوي حركات ولي الامر يا الله انا والله محسن من دقلة محسن من دقلة؟ ايه ولدك سامج ما يضحكنا بالحصة ها؟ ما يضحكنا بالحصة انت بيت تضحك؟ ايه شوف وجهك منظر انا احتاج جاي تعلم عيالنا الخير ولا جاي تعلم السماجة؟ هذا اخوي الكبير وانا اقول كان الولد تضحك عليه تقول انا ابوه هذا اخوي الكبير تضحك عليه تقول انا ابوه والحين طلعت اخوي الكبير ما هو انت افتح يدك لا تطق اخوي الكبير استاذ لا يا ابوي ابوك ولا اخوك اخوي الكبير ولي امري ليش تقول اني ابوه ما قلت انا قلت انا ما قلت اخو ما قلت ابوه ولا قلت ولي امر هو اخوه اكبر منه ولي امر تقول له امر صح ولا لا يا شباب بس هو غبي ما يفهم استرح دقيقه ما خذت شيء يعطفها ليه خصت يعطفها وترتي وترتي دقيقه عيال استريح بالله ولا عليك من مدرس لا اسحب عليه طقطق عليه وبيض وجهي عند الرجال والله ما هي غطرته صقري والله انك كسرت الجيب بس ما عليه ها اوريك انا اوريك خلاص ازده حبيبي تهدك سرعة نمل عنده اي عندي بقى عندي نمل اخيره نمل ناشفه في مغناطيس ليه
قول له اسمع انا بروح الفسحه اسمع انا ما اقدر روح اروح اخلص الفسحه زين يا طلاب يا بروح طلابي تكون بكوني منى اروح فسحه يا طلاب تعال اسمح لي اروح فسحه ولا ما تسمح لي صار الله يستر عليك اروح فسحه خلاص اي هلا الله يستر عليك يا استاذ بلا عيال استاذ استاذ انا عندي نقطه اخيره شباب بسالكم اسئله انا عندي نقطه اخيره والله نقولها والله يلا قولها بس قولوا ليه؟ يا رب اقسم بالله بس اسمع بس قولوا ليه؟ ليه؟ نملة انا عشبي في مغناطيس ليه؟ ليه؟ مركب تقويم وش اقصد؟ اقصدك خلاص انا اسف اني جلدتك انا اضحكتني على هذا شباب اسالكم سؤال تفضل سؤال محرج في البرنامج ربما ما بيطول سؤال البرنامج قصدك المدرسة قصدك المدرسة شباب احترم الاستاذ لا تحط رجال اسم المدرسه حياتك شباب من اللي يبغى يجاوب على السؤال المحرج انا انا اجاوب انا اجاوب انا اجاوب ابلا 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 محسن بن دقله ابلا ابلا هي محسن بن دقله ابلا اسالني سؤال ثاني اول براير اول ايش براير علي فلان ولا ما راح اجاوب عرفت شو السؤال ما فيه هو لازم يجاوب كان صوتك ضد مين اوه ما راح اجاوب من اللي كان اوه محسن بن دقله جاوب تركي سؤال على البرايم الاول ثواني ولا تختار انك تفتح حياتك وتنجلد لا يحول السؤال يسال يقول له صوتك كان ضد مين يحول السؤال جاوب يحول السؤال للجمهور لا انا ابي تلميحه لا ما عندنا تلميحه عندنا تلميحه جلد او تحويل أو تحويل شخص تحويل أحمد السالم على السؤال صوتك في أول إبراهيم كان ضد مين صوت مين أحمد السالم أول إبراهيم ها هذا كنت بس ترى بتجاوب مو عنك أنت تجاوب عن محسن بن أيوة اللي شو صوتك لا جاوب أنت صوتك ما له دخل خلاص بجاوب عن زران لا كاتب هو إبراهيم محمد جميل جدا كاتب اثنين كلهم إيش كاتب ابراهيم محمد يعني ما ابراهيم لا لا كثير ما تضحك علي يا حبيبي ما تضحك علي انت تحدك بحول الصوت لا ما في ما في يا غالي تحدك بسرعه انت كنت كاتب من تحدك يلا افتح يدك لا دقيقه افتح يدك افزع خويك افزع وجل 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 عمك وجلس يا وزيده لا انا ما رفعت يدي بسألك رضي يا لا تحسبني تفضل ابو زيد اسالني ابو زيد انت سويت دراما ايه سويت دراما خنجر منو ترى ما عندي مزح انا خلاص الحين بدا الجد الحين نكت ما نكت اعطيناكم وجه ابو صقر مبزره تركي مبزره ما يعطون ديب وجه ديب مني بسهم يا ديب يا ولد انت تهج مال ولا اقرب وجهك اختصار شديد يا زب خربتوها تفضل ابو زيد انت سويت دراما في حلقه بعد اذنك هل كان مرتب لها او لا هل الدفعه كانت صادقه اكيد بيقول لا او كاذب لان دائما الحين تبكي يعني على اكثر الامور يعني لا ايه السبيل احنا قنافوره قاعد ترش ايوه يا حبيبي شباب دقيقة ابو زيد جاوب لا حبيبي بندر ابو زيد اصلا ما يبكي الا على شيء لا في يسوى صدق ها يسوى يعني ما بندر ابو زيد ما يبكي هباء يعني اللي سويته مو دراما اي طبعا ابراهيم حبيب قلبي سؤالي انوار الدوسري دخلت البرنامج على انك ايش منشد طيب الى الان لم نسمع لك اي عمل انشادي انت ما تجلس عشان تسمع لا هو قصده عمل فني والله العمل الفني اللي يسال هذا ما له دخل لو سمحت انا اوضح لك نعم عايد معك تقدر عندك لساتك تقدر توضح يكون الفقره مرتبه وحلوه فمو دخل اصوات يعني ضحكنا معكم حبيبي ابو حسين طبعا انا اقدر اطردك الحين زي الالف زي الالف زي ناصر زي الالف تفضل ناصر جاوب يا انوار الدوسري بسرعه دخلت على الانشاد الان لم اشوف لك اي عمل لماذا والله مسلمهم اسلم انا مايكي والله شغال راح يخرب خرب شوف انا ما عندي خصم 50 عندي قلب خرب استاذ تكفى وقف الدرس لهانت الله
شلون بفهم صفق ولا قصتي يا من ناحيه انا عمل مسلمه قبل ادخل البرنامج طبعا سويت اثنين بس واحد بعدين لا طلع واحد بادشنا بس الى الان ما صار شيء. طيب كم نسبتك في الثانوي؟ هي في 70 بس ما لقيتها. وانت 94 وانا خبط 94 قول والله العظيم 94 والله ما اسمع نبي اسئله من الجمهور يا شباب بالله خلكم معي كم نسبتك في الثانوي؟ 94 94 قول والله العظيم ما يحتاج الحلف والله وجهك مو بوجه 94 خلاص وجهي كم؟ 60 خلاص 60 كذب عندك شقة مويه 60 60 خلاص غيرها انت محسب بالدقله تفضل الثانوي كم نسبتك؟ تكفى يا زلمه باني مزحم كذا يعني كان في يعني من 70 80 كم قلت لي؟ 94 كذاب في وجهك عشان وجهه ابو زيد كم نسبتك في الثانوي يا غالي؟ ابو زيد 101 من 100 شباب ترى السؤال بامانه سؤال شوف ضحكنا لكن السؤال بامانه انا اعرف ذمه توسيعه طيب اعطيني اعطيني مثل ما قيمت عليهم قيمني شنو كم تعطيني؟ بس انت مدرس تكذب طلابك وانت اذا كان رب البيت وزير يضربون ها؟ اقول استرح استرح اقول استرح الله اني رحمتك انا اللي رحمتك انا بسرعه كم نسبتك بسرعه عشان الوقت يا عيال كم تتوقع؟ حبيبي انا ما نبي اسال اضحك معك يا ناصر شكل في خاطرك زين عليه وجمع لكم حطته ايه ايش دراك؟ اني خاف اني خاف كم النسبة؟ تركي كم نسبتي في الثانوية؟ ما ابو اخوك الكبير هو ترى اخويك برامج حياتك كم؟ وصل لك شهر شهر ونص شهر ونص تري انا قول الصدق لا تكذب دعوة بامانة عادي قول 60 والله بامانه عز الله ممتاز ايه اسمع ايه ناصر احسن الممتاز يسوي نفسه بليد والبليد يسوي نفسه ممتاز هذه علي انا وياه عز الله انا فهد ممتاز ها صدق هل عكس انا 94 هو ايه انا 60 هو 94 هاي بالضبط امانه كم صح بالضبط التسعينات ما شاء الله تبارك الله وانت يا بجاد رجال شكله دافور مايكك بجاد مايكك بجاد ما شاء الله تبارك الله نور الدوسري على طول صدقت الله نور الدوسري نور الدوسري بالتركي في احدى المغرب جاهز لي ابو زيد لا كلام قلت مطبخ عطنا قصيده ها جات تعال وين جاي بدون مايك جاي بدون مايك جاي بدون مايك وشلون افهم دام خلي جاي بدون مايك اسلم يوم طلعت يوم اللي جيت من البرايم الثاني ها يوم اللي جيت من البرايم الثاني منظم مع مجموعتك احتفلت مع المجموعه الثانيه الله لماذا وليه الاسباب رؤوف احتفلت مع المجموعة جاوب الصدق خلك اقدع يا ابو اللي بجاوب هل مجموعتك تبي تتخلص منك؟ اوه اوه سؤال وجه البدر وحسن وذيب وهيثم او ماي جاد صدري في صدمة صوت يا شباب صوت المجموعة كانوا في صدمة وانا عاذرهم شخصيا اي نعم لاني انا رجعت وماجد دخل ما ابغى اشوف شباب انا بسالكم باخذ رايكم هل تكون الجواب دبلوماسي او لا؟ نعم انا اجاوب نعم واجه النكبه ممكن اجاوب؟ اي شوف شباب اذا شفت الرد دبلوماسي علموني طيب تفضل طال عمرك من ناحيه شو اسمه الرد انا فرحت مع المجموعه الثانيه وحتى ما بغيت افرح يمكن محمد منصور هو اللي كان مقابلني حتى قال اركض مع حتى مشيتي عاديه ليش؟ ماجد عسيري سؤالي ما انا دقيقه خليني اجاوب انت سالتني خليني اجاوب سال عن جوالك ماجد عسيري جوالك اوكي ماجد عسيري ماجد عسيري ايه انا ما المجموعه يمكن ما فرحت وعشان ماجد عسيري دخل محلي وانا رجعت رجعت بحسب من دقل سلام وانا رجعت حلو ممكن المجموعه شوي انصدمت وما بغت تفرح عشاني وما بغت تفرح عشان ماجد شباب تحزن عشاني شباب تعال تعال نزل كرسي في كرسي محسن بن دقله كنت محمد الحارثي في البرايم نعم كم كانت الاصوات عليك يا محسن بن دقله وهل بحثت عن الاشخاص اللي صوتوا ضدك ام لا بكل صراحة وأمانة يا محسن بن دقلة اسمر شوي يا حبيبي شوي تفضل احنا عندنا الحين داخلين في دخلنا في العميق الحين كانت أصوات ضدي ثلاث أصوات ثلاث أصوات أيوه وش السؤال الثاني؟ هل بحثت عن الأشخاص اللي صوتوا ضدك أم لا؟ نعم. هل سألت ولا لا؟ نعم عرفت منهم؟ نعم هل ممكن تقول أسمائهم؟ لا لماذا؟ ان هذا شيء رجع هل تشوف انك انت مقصر بالمجموعه؟ نعم وعاذرهم؟ نعم نعم نعم, نعم. طيب احمد سالم صريح
احمد سالم. ها لا دقيقة احمد سالم تدخل البرايم وتطلع وانت تضحك مبتسم، هل انت مضبط الوضع قبل البرايم؟ في شيء ابهدي لك حبيبي يا استاذي احمد سالم تدخل البرايم